طب قول لي ايه الخطوة؟ النهارده الفدان الواحد لو زرعته قمح بيأكل 20 بني آدم مصري، بيدبر لهم غذائهم طول السنة. فدان الواحد بيأكل 20 مواطن عيش طول السنة. يعني ال 500 ألف فدان أو 450 ألف فدان احنا خسرناهم في حوالي يعني تقريبا كام 25 مليون بني ادم انت حرمته من العيش. الدوله هتعمل ايه بقى؟ هتسيب الناس ما تاكلش؟ لا، بروح اشتري لك القمح من بره بالعمله الصعبه. طب ده هيعمل ايه بقى في اقتصاد الوطن؟ هيستنزف العمله الصعبه. شوف الموضوع، اصل القصه مش قصه انت عندك قرارات وعايز تبني عليه وتجوز ابنك، القصه قصه وطن. فاحنا هنستنزف دخلنا كله، العمله الصعبه اللي عندنا كلها نستنزفها عشان نوفر لحضرتك تاكل، عشان نوفر لحضرتك. وبعد ما انت كنت منتج وبتساهم في الانتاج وبترخص المعيشه وبترخص الحياه، الاكل العيش اللي الناس بتاكله، لا حضرتك كل اكلك رغيف العيش هنشتريه بالدولار. فمحدش بعد كده بقى يجي يقول احنا عندنا ازمه، يعني ازمه عيش وازمه اكل والمشاكل اللي بتحصل، نقص الغذاء في العالم، العالم كله معاني من نقص الغذاء. احنا ربنا يعني بالبلدي كده، او يمكن اهلي في الريف هيفهموني، حته الارض الزراعيه ال 5 مليون فدان اللي في الوادي والدلتا اللي احنا عمالين نتعدي عليهم، حته الارض دي هي اللي سترانا. هم طبعا فاهميني كلمه سترانا، الارض دي هي اللي سترانا، هي اللي مأمنانا رغيف العيش المدعم اللي ببلاش اللي احنا بناكله، هي اللي مأمنانا. انا عارف يمكن اهلي يعني يزعلوا مني لان هم عايزين يبنوا، بس الموضوع خطير. طب ما انا واحد من الناس، انا عايز ابني، طب انا عايز ابني لعيالي برضه. بس القصه قصه ايه؟ انا مش عشان مصلحتي الشخصيه اثر على الوطن وعلى اقتصاد الوطن وعلى الاجيال القادمه. الارض دي ربنا ولاك عليها، استخلافك فيها عشان تديرها، عشان تزرع، عشان تنتج. لا، وبعدين حتى وفقا للقوانين والدستور، الدستور نفسه في ماده تقريبا 35 بتقول ان الموارد الطبيعيه ملك للشعب، الدوله ملزمه بالحفاظ عليها عشان حقوق الاجيال القادمه. ذنب ايه ابني وابنك وحفيدي وحفيدك يطلع ما يلاقيش رغيف عيش ياكله؟